اثبت هنا. يلا بقى هات لنا شويتين ترامادول كده ولا حاجه. ادفع له ولا على الحصاله؟ اعمل لنا كوكتيل ترامادول وانت وشطارتك. ماشي. اتكل. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قوم. مرش عليك ظالم يا رب. حاجه كده بس على السريع. على مزاجك. لا مش فاهم. مش فاهم ايه بس يا دكتوره؟ شريطين ترامادول، شريطين تراما جاك، اي حاجه من التراما يعني اللي بتزود الدماغ. حاجات دي جدول، معاك روشته؟ كلام اخوك روشته، وبعدين انجزني عشان انا في ناس واقفه بره مستنياني. الحاجات دي ما بتتصرفش غير بروشته، هتمشي ولا اكلم لك الاسم؟ هتكلم لي الاسم؟ الله الله الله، ليه بس كده؟ صباح الفل يا نصر. صباح الفل حبيبي، نمت كويس؟ الحمد لله. الملت بتاع بره حلو، بس المله بتاعت سر ابوكي حاجه تانية خالص. والنبي عندك حق. العيش المقمر الولعه. تعالي يا ولعه طمنيني، عامله ايه بنت في الشغل؟ زي الفل الحمد لله، زودوني في المرتب وبقيت بشتغل مع ناس شيك قوي، ده بقى في زباين بيطلبوني بالاسم كمان. بلا شيك بلا مرتب، انت مبسوطه؟ مبسوطه طول ما انت معانا يا حبيبي. احكي لي انت عملت ايه؟ لسه ما عملتش، هاتي بيت الفطار. حاضر. العسليه بتاعتنا. في صباح الخير؟ مفيش حوض؟ مفيش بوسه؟ لا في طبعا. طب تعالي. طعميه يا نصره. حاضر. صباح الفل يا عسل حبيبي. صباح الفل عليكم. ايه صوتك جايب لحد باب السكه؟ ما كانوش بيزغطوك بره ولا ايه؟ طعميه يا نصر. ايه ماله صوت يا بنت؟ مش كان بيعجب زمان ولا ايه؟ جه ازيك يا ميسة؟ تعالي يا بنت كلي يا حماتك بتحب. وانتي هتقولي لي اهلا بكي زهان لمونة في بلد قرفان. انت يا بنت مالكيش دعوه بيها. شفت احمد؟ عديت عليه في الصيدليه امبارح اطمنت عليه. بقول لك ايه؟ شويه عجه بقى حلوين. يلا مام. يلا طير. صباح الخير يا صلاح. ازيك يا صلاح؟ تعالى كل. يسعد صباحك يا نصر يا عسل. بتعمل ايه؟ مش فطرت مع امك؟ لا. طب تعالى عايزك، خلي بالك من نجف، ما اعملش سندوتشين. حاضر. ثلاثة. طيب. تعالى صلح. ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ والله كلمت كام واحد كده بس لسه. ما تيجي ناخد الفترة الجاية دي على الرايق لحد ما نجيب قرار السوق وميته. الكيف هنا غير كيف هناك. هناك الليلة في الصنف، إنما هنا الليلة في اللي بيطبخ. وحلني بقى على ما نربي زبون نكون طفحنا. نكون إيه يا صلاح؟ وإحنا الفلوس اللي رجعنا بيها هنرد عليها وهتزيد لوحديها. بس السكة يا صاحبي، السكة لسه. السكة يا صلاح، كل سكة وليها نواصي، والنص من دول لو ما قفشتهاش بقلب ميت غيرك هيقفشها وينحتك بقى في رايحة واللي جاي أرضية. طب والحكومة؟ مش نعرف بتعشش فين؟ إحنا هنلف منين؟ لا، إحنا هنزق في الدغري بعد الثورة. مفيش مناورة بس. مفيش بس. هو انت رجعت من السفر اتدفيت ولا ايه؟ يا عم ما اتدفيتش ولا حاجه. امسكي يا رحيم. انا مش فاهمه ايه اللي جاب صلاح ده على الصبح؟ هو اللي داخل واللي خارج راشق فوق دماغنا؟ فطار ده ولا حفله؟ في ايه يا ايه مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو عمل لك ايه؟ ايه بت مالك في ايه؟ طهور جوز خالتك وحياتك، مش علاقه من خارج فوق سطوح بيتكم ليه؟ ما تبطي يا اختي شويه، ما طول عمري بيبان الحرام نفذها على بعضيها مالك؟ يوه بقى. جرى ايه يا بنت؟ ما تهدي حسك شويه. لو اخوك سمعك هي طربق البيت على اللي فيه. غوري صلي على النبي يا اختي. معلش. عليه الصلاه والسلام. ما هي لسه صغيره برضه. بلا صغيره بلا زفت بلا قله ادب. البت بكحه. اهدي ايه؟ فيه ايه اللي حصل؟ اللي حصل فيه؟ احمد فيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مين عمل فيك كده؟ احمد مين عمل فيك كده؟ انت يا بنت دويه، مين اللي عمل فيك كده يا قاطع؟ انت مين؟ انت تعال. Hey!
يعني؟ والله ما قادره، شبعت مش قادره يا ابو صلاح. ديهم خلاص، ما تكسفيش ايدي بقى. يلا. انا من امتى بس بكسف ايدك؟ يلا بالشفا ان شاء الله. خلاص الحمد لله. طمنيني بقى، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ده انا كويسه قوي. ده كفايه ان انت يا اخويا قعدتك جنبي بالدنيا كلها. طب بذمتك مفيش اي حاجه مزعلك مني؟ يعني حاجه كده حاجه كده. احنا كلمنا في الموضوع ده كتير. انا ببقى كويسه ومبسوطه لما الاقيك كويس مش محتاج حاجه، وجوازك مضرنيش، بالعكس ده ريح قلبي وخلاني ما شايلكش ذنب رقدتي ولا وقف حياتك معايا. بنت اصول طول عمرك وعارفه الصح والغلط. الله. امال ايه؟ امال انا شايلك على راسي بقول ايه؟ وبعدين ما انت عارفه اقول ايه؟ انت اللي في القلب من جوه. طب عليا النعمه، انا لو لفيت على نسوان الكون ده تما هتفضل انت برضه جوايا ست الستات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ جاي تكمل عليها؟ مش كفايه رقدتها؟ طب عليا النعمه، ما حد جايب لها الكافيه الا عمايلك انت يا ابن الكلب. وبعدين جريات ياكش، فاكر انا حاجه استاذن منك لما اجي داخل بيت ولا اقعد مع مراتي؟ مراتك؟ مراتك بأمارت ايه؟ بأمارت ما انت راميها كده وداير كل شهر تتجوز بنت من دور عيالك؟ والنبي يا شيخ اسكت لحسن الواحد لو فتح في الكلام. صلاح اسكت. سيبيه يا ام صلاح، ما هو مش هيبطل النغمه الحمضانه دي اللي داري غنيها وراها في كل حته. عيش دنيتك يا صلاح، عيش دنيتك وشوف مصلحتك، واللي بيني وبين امك ده انت مش هتفهمه يا حبيبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مخك زنخ وجزمه قديمه. طب خف وزنك واتكل على الله، روح شوف مزاجك بعيد عننا، حل عننا. بس بقى يا صلاح ولا كلمه تانيه. بس يما عشان ساكت بسببك انت والله. بسببها؟ لعلمك بقى اللي بيني وبين امك ده صلاح هو اللي مصبرني عليك وعلى الطلاق بالثلاثه. انا لو صبري نفد لأذيك وحزعلك زعل وحش قوي يا صلاح. وما اخويا، وما اخويا اقعد جنب امك. اقول لكم ومسكوه جلدوه لحد ما احمرت البوبوش. صدق يا بلبل، حياتهم يسموه بدل معوض الاسمر معوض الاحمر. العب يا دنيا. الو، ازيك يا بنت يا حمديه؟ طب بالراحه بالراحه بس عشان افهم بتقول ايه. يا نهار ابو اسود، خليكي عندك، مسافه السكه وجيالك. انت ساكت، انت رايح فين يا ولية؟ خمسة وراجعه. خلص قعدتك وتك، ولا اقول لك خليك قاعد، مسافه العلقه وراجعه لك. صلاح ومخك جايين يا ولية. يا سيدي راجعه الله. خبيش عليك يا سيد، انا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ انت داخل بيت جدالة، يعني بيت كل اصول. وانا جاي اتم الاصول. انت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجاله ما بيتحلش بالكلام يا معلم. ومين اللي قال بالكلام بس يا ست البنات؟ اللي حصل غلط. ومين اللي ابتدى الغلط؟ مش اخوك وربيته؟ طب ورحمه امي؟ لولا الرجاله اللي احط جزامهم في راسي. نصره يا اسطى، نصره يا اسطى، نصره. الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتامره بيه هيتنفس. وهو معلمك عادم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى؟ واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم وشايل الغلط على كتافي، وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. انا بوقفك في الكلمه، اختي برضه ما غلطتش. قول جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمام عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجاله؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص هيبتي وسمعتي. العيب مش عليه فوده، العيب اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دور والبيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير الميرازيه والسيره الوسخه. خش دغري يا فوده، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بعبالهم. ما تعملش زي اخوك، ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح. وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ مجيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارستي يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين، اشربوا الشاي. ايه ده؟ في ايه؟
مالك قاعد كده ليه؟ في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجه ممكن اي حد في الدنيا يتعرض لها، ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقه دي. كبر الموضوع؟ رحمة انا حاسس ان انا عاجز ومربوط، حاسس انها صوره انتوا بتتفرجوا عليها وبتتكلموا عنها كانها هوا. يا احمد افهمني، لازم الحكايه اللي حصلت دي تخليك اقوى، مفيش حاجه يعني تستاهل كل ده. يا رحام، الحكايه مش حكايه خناقه وعدت، دي دنيتي اللي انا عايشها. انا كل ما اجي اقول حاجه ولا اعمل حاجه الاقي نفسي بقول حاجه تانيه خالص، بعمل حاجه تانيه غير اللي جوايا. حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، ما تخليش الحكايه دي تاثر عليك للدرجه دي. يا رحام انا عمري ما كنت زي ما الناس شايفاني ولا عارف اكون. يا حبيبي محدش طلب منك حاجه، خليك على طبيعتك. وبعدين بالعكس يا ابني، احنا اصلا كلنا فرحانين وبنتباهى بيك. انت بتضحك عليا يا رحاب؟ فرحانين بمين؟ انا دلوقتي في اللي بيتكلمني، في اللي بيفكر لي، وبقى في اللي بيجيب لي حقي لما اتضرب كمان. يا احمد، معقوله شايل كل ده جواك؟ والله ما مستاهله. موقف وعدى زي أي موقف بيحصل لأي واحدة أو واحد وهما ماشيين في الشارع عادي يعني. رحاب انت الوحيدة اللي أنا بعرف أتكلمها وأقولها لأبوها. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا أحمد. يا بنتي حميد، إيه اللي حصل؟ احكي لي، جايباني على ملا وش جري ليه؟ قابلتي الحقيني، قابلتي. ايه اللي حصل قولي؟ مدير استغلبني الكلب، ضربني وورمني وفرج علي الوحش كله. يا نهار ابو اسود، هو فين وانا ندمه على شبابه؟ ايه ده؟ انا مش قلت لك امشي بتاع بره؟ ما تجيش هنا تاني؟ الهي ما حد يعرف لك عتبه لا دنيا ولا اخره يا بعيد، عامل لي راجل وانت عرب شنبات. يلا يلا كمان بتضرب. يا ابو حميد. يا سيد اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل دي ياض، هب فيا، قول له اقعد، اطلع بره مش فاضيلك دلوقتي. ما تطلعش مني يا اخويا، تعال اقعد. انا عارف انك زعلان وحقك وانا عارف، بس معلش كله بيعدي وكل واحد فينا بيوقع، بس الجدع بقى اللي يقف تاني على رجليه. انا كويس اهو يا سيد، عايز نعمل ايه يعني؟ ياض انت هتلف عليا ده رادع اسفلت، انت فاهم قصدي كويس وعارف انا عايز اقول لك ايه. ما تخليش حد يهزك، الكتر اللي كتروه عليك بتهد اي حد. تمام. لا مش تمام، بس هتبقى تمام عشان اعرفك واتذكر وهترمي كل حاجة ورا ظهرك، بس عايزك تحط في دماغك إن الحتة كلها مالهاش سيرة غير اتنين، أحمد اللي ساح دمه وسط 20 واحد، وأحمد اللي لسع معوض النجس على وشه قدام 2000 واحد. اتذكر بجد اللي ياخد حقه بدراعه. لا ما تهزيش جمالك وتثبتني، أنا لا جاي أسمعك لنصايح ولا راضيك بكلمتين. أنا جاي بس أفكرك بوصيت أبوك ليا قبل ما تكون ليك، عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غباوتها، تديك كف تديها اتنين، تكسر لك عين تعملها الاتنين، وتقول لها تعالي هاتي اخرك معانا ماليش اخر، فاهم؟ فاهم يا سيد. بس احنا كنا متفقين على قلم مش شلوت على وشه